يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أجبت دعاء. فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من احال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني سبيل الاتقياء في سير الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي ستكون إن شاء الله تعالى من خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد اخترنا لهذه السلسلة بإذن الله تعالى عنوانا سبيل الاتقياء في سير الانبياء الانبياء عليهم الصلاه والسلام هم الذين اصطفاهم الله من خيره خلقه الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لمهمه جليله عظيمه وهي مهمه تربط ما بين السماء والارض مهمه عظيمه وهي ابلاغ دعوه الله وابلاغ رساله الله هذه المهمه الجليله العظيمه اختار الله عز وجل لها ممن يستحقها وممن يكون مؤهلا لها ويكون اهلا لها خيره من البشريه خيره من بني ادم عليه السلام. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. وقد اختارهم الله عز وجل لعلمه بهم وعلمه باحوالهم وعلمه بانهم مؤهلون لهذه المهمه الجليله. الله اعلم حيث يجعل رسالاته. الله اعلم حيث يجعل رسالاته اي هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم من يصلح فيختاره لهذه الرساله وليبلغ عن الله سبحانه وتعالى اوامره الى العباد ويبين للناس سبيل النجاه وسبيل النجاح وسبيل الرحمه للوصول الى جنه الرحمن والى رضوان رب العالمين هؤلاء الانبياء الذين اهلهم الله عز وجل واختارهم في الازل ليكونوا لاهلا لهذه المهمه اختار الله عز وجل لهم صفات خاصه صفات ومواصفات خاصه اختار الله عز وجل لهؤلاء الانبياء الذين هم اصلا من البشر ولكنهم سادات البشر خيره البشر سادات البشر وخيره البشر اختارهم الله عز وجل لان يكونوا حاملين لهذه الرساله ومن حكمه الله سبحانه وتعالى انه اختارهم بشرا لكي يرشدوا الناس لكي يرشدوا الناس ويبين للناس ما يقربهم الى خالقهم سبحانه وتعالى. وان راى بعض المضلين وبعض يعني الذين لا يعلمون من سائر الامم ان الانبياء كان الاولى ان يكونوا من الملائكه، لكن الله تعالى الذي يعلم ما يصلح لعباده وما يصلح عباده اختار سبحانه ان يكون هؤلاء الانبياء من البشر فصفاتهم كثيره اولا البشريه البشريه كما ذكرت لا تعني انهم يعني قد تكون فيهم بعض الصفات او النقائص التي تكون في البشر ولكن الله تعالى اختار لهم من الصفات الزكيه واختار لهم من الصفات الطاهره فمن حيث البشريه فهم ياكلون ويشربون وينامون وينسون ويهرمون ويموتون يعني جميع الصفات التي يتصف بها البشر قد يتصف بها الأنبياء أيضا لكن لكن في مقام التشريع كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسنة فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة تعبدية فمثلا أنه ينسى في الصلاة أو ينسى بعض القرآن وهو وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو ينسى فيزيد ركعة من الصلاة أو ينسى فيسلم من ركعتين يعني في الصلاة لأجل أن يسن أن يسن لنا سجود السهو وأن يسن لنا بعض الأشياء التي يحتاجها الناس في صلاتهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرض فسن الله عز وجل التيمم لكي يعني يتيمم هو وتتيمم امته ان احتاجت الى ذلك. وغير ذلك من العوارض البشريه فهذه امور لا تنقص لا تنقص من من الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهم بشر ولكنهم سادات سادات البشريه وسادات الخليقه. الصفه الثانيه ان الله تعالى اختارهم جميعا من الرجال. الله تعالى قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فالله تعالى ارسل جميع الانبياء كلهم من الرجال. وقد اختلف في ام موسى وام عيسى عليهما السلام والراجح انهما صديقتان، انهما صديقتان. لان الله عز وجل حينما قال: واوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. ظن بعض الناس أن أوحينا هنا تعني الوحي الذي هو النبوة. لكن أجيب على أن الوحي هنا ليس النبوة وإنما الوحي بمعنى الإلهام. الوحي بمعنى الإلهام أي ألهم الله أم موسى عليه السلام أن تفعل هذا أن أنها يعني إذا خافت عليه أن تجعله في تابوت خشبي. وتلقيه في اليم فالوحي هنا ليس بمعنى النبوة وإنما بمعنى الإلهام فكذلك أم عيسى عليه السلام قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة فليست نبية وإنما هي صديقة والصديقية هي مقام عال أيضا هي مقام عال من مقامات بني ادم وهي مباشره تحت النبوه لان الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا فالصديقيه او مرتبه الصديقيه تاتي مباشره بعد مرتبه النبوه اذا ف الانبياء كلهم من الرجال، ثالثا من صفات الانبياء انهم اطهر الناس قلوبا اطهر الناس قلوبا فلا غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهيه ولا شيء من تلك الامراض التي هي امراض القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نستعيذ من هذه الامراض ويقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فالله عز وجل عصمهم وطهرهم وطهر قلوبهم من هذه الامراض. رابعا هم اصدق البشر ايمانا اصدق البشر واقواهم ايمانا يعبدون الله تعالى حق العباده على اكمل وجه، على اكمل صفه. لا رياء ولا سمعه بل اخلاصا ولا يبتغون بعملهم اجرا الا الاجر عند الله سبحانه وتعالى خامسا الانبياء هم اكمل الناس دينا فقد طبقوا الدين كاملا اذا كنت انا او انت ايها المشاهد الكريم قد طبقت الدين يعني بشكل غير عام غير شامل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الدين كاملا، وكل الأنبياء يعني أخذوا هذا الدين وطبقوه كاملا، ونحن أيضاً مامورون أن نطبقه كاملا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لكن درجة تطبيقنا لهذه الآية هي بلا شك أدنى من درجة تطبيق الأنبياء عليهم السلام لهذه الآية. سادسا الانبياء هم اقوى الناس صبرا اقوى الناس صبرا، لماذا؟ لانهم تحملوا الوان العذاب وتحملوا الوان الاذى في سبيل الدعوه الى الله عز وجل ولاقوا ما لاقوا من اممهم ومع ذلك ثبتوا وصبروا وتحملوا المشاق وتحملوا الابتلاءات وصبروا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. سابعا الانبياء هم اعظم الناس رحمه الله تعالى اصطفاهم واختارهم وجعل قلوبهم واسعه تسع اخلاق العباد وتسع معاملات العباد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء هم أوسع الناس قلوبا وأرحم وأرحم الناس بعباد الرحمن سبحانه وتعالى ثامنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس حديثا هم صادقون وصدقون ويعلمون الناس الصدق يعلمون اممهم ان يصدقوا في اقوالهم ان يصدقوا في اعمالهم ان يصدقوا في حركاتهم ان يصدقوا في كل شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالانبياء هم اصدق الصادقين وهذه الصفه يعني صفه لازمه من صفاتهم، لا يكذبون لا يكذبون على الله ولا يكذبون على الخلق ولا يكذبون في اقوالهم ولا يكذبون في ولا يكذبون في معاملاتهم ولا يكذبون في سلوكهم مع اي كان فصفتهم يعني الصدق. في الحديث والصدق في القول والصدق في العمل. تاسعا الانبياء هم اكثر الناس علما. هؤلاء الانبياء الذين سيختارهم الله عز وجل لمحاججه الناس وتبليغ الدعوه الى الناس، لا شك انهم سيجدون من يعارضهم ولا شك ان انهم سيجدون في طريقهم من يقف ضدهم. او من يريد ان يصد الناس عن دعوتهم، وان يصد الناس عن طريقهم، فاعطاهم الله عز وجل من الصفات العلميه ما به يواجهون من يصد دعوتهم، دعوتهم وما يردون به عن يعني الجاهلين، وما يردون به عن المستكبرين، وما يردون به عن المعاندين، فالله عز وجل يعني اعطاهم علما واسعا والله عز وجل يعلم من يشاء ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. عاشرا الانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اقوى الناس جسدا اعطاهم الله تعالى قوه في الايمان، قوه في العلم، وقوه في الجسد. وكما سياتي ان شاء الله تعالى في قصه موسى ان الله تعالى اعطاه قوه يعني تفوق قوة ثلاثين رجلا لأن الصخرة التي كان يغلق بها باب البئر يعني كانت توضع فوق البئر ليلا كان يضعها يعني ثلاثون رجلا فأخذها موسى عليه السلام يعني ووضعها في باب البئر لوحده ولم يستعين بأحد هكذا يعني نتبين قوة موسى عليه السلام وكذلك قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجد ركانة المطلبي وهو يصارع الناس في مكة كان يعني من أبطال المصارعة في مكة فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يصارع الناس وجده يصارع الناس فيصرعهم فتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه وكان قد ادعى قبل ذلك قال يا محمد ان صرعتني امنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على قوه النبي صلى الله عليه وسلم اذا الله تعالى اختار هؤلاء الانبياء وزكاهم بهذه الصفات الجليله من قوه في الايمان قوه في الدين قوه في الاخلاق قوه في الصدق ويعني كذلك امرهم بتبليغ رساله الله ونحن نؤمن بان جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام قد بلغوا رساله الله وادوا هذه الامانه الجليله التي امرهم الله بادائها فلم يبدلوا ولم يغيروا وانما وفوا ما عليهم. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا فأمتنا امه الايمان بجميع الانبياء والمرسلين ومن تمام ايماننا بهؤلاء الانبياء والمرسلين ان نؤمن انهم بلغوا رساله الله وانهم اهل لرسالة الله وأنهم يستحقون أن يكون رسلا أن يكونوا رسلا لأن الله تعالى اختارهم لذلك فعلينا أن نحبهم وعلينا أن نؤمن بهم وعلينا أن نتأسى بهم لأن الله تعالى قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده فبهداهم اقتده أمر نبيه أن يقتدي بهم وأمرنا تبعا لنبينا أن نقتدي بهم في الأخلاق، ولذلك إن شاء الله تعالى سنسوق خلال هذه الحلقات من هذا البرنامج سبيل الأتقياء في سير الأنبياء، سنسوق كثيرا من القصص المتعلقه بالانبياء ونستنبط منها الدروس والعبر التي نفيد منها في حياتنا نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم على خطى الانبياء عليهم الصلاه والسلام وان يبعثنا في زمرتهم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم اللهم امين والحمد لله رب العالمين يا من اجبت فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من احال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من اجبت دعاء نوح فانتصر وحملته اشحوني يا من احال النار حول خليله روحا وريحا